حياكم الله مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج أول النهار، نبدأها بالعناوين. مع هطول أولي للأمطار في العاصمة بغداد، كاميرة أول النهار في جولة ميدانية مع فرق البلدية التي تعالج تجمعات المياه. قصة لها أوجه عدة، منظفو زجاج السيارات في الشوارع يفرقهم هدف العمل وتجمعهم التقاطعات. قلب واحد ويد واحدة لجميع العراقيين خلف أسود الرافدين في بداية مهمة للتأهل للمونديال. مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الأندلسي في تصفيات كأس العالم تشاهدونها عبر النجوم الرابعة مع تغطية موسعة تسبقها. $625 دينار مبلغ كلش بسيط، شنو ممكن تسوي بيه كل يوم؟ فكر زين. ولا شيء، بس ويا شبكة نجوم الرابعة تقدر بهذا المبلغ البسيط تتجول بكل ملاعب العالم وكل دور السينما وانت قاعد ببيتك. شلون؟ تعال خل اقول لك. 625 دينار تقدر تشوف الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، الدوري الانجليزي، الدوري الهولندي، دوري ابطال اوروبا، كاس الاتحاد الاوروبي، دوري المؤتمر الاوروبي وبطوله امم افريقيا. عبالكم بس كره القدم؟ اكيد لا. رح تقدر تتابع كل منافسات الأولمبياد وتشوف لاعبك اللي تحبه بكل بطولات التنس العالمية وتشجع فريقك المفضل بدوري الـNBA. ولأهل كرة الطائرة حصة أيضاً بالبطولات، ولمحبي السرعة كل السباقات رح تقدرون تشوفوها على قنواتنا. ومو بس هاي، لا، تقدرون تتابعون كل البطولات الآسيوية، دوري أبطال آسيا، كأس الأمم الآسيوية، كأس الاتحاد الآسيوي، كأس آسيا تحت 23 عام، كأس آسيا للصالات، كأس آسيا تحت 20 عام، كأس آسيا تحت 17 عام، وكأس آسيا للسيدات. وما ننسى دوري كرة السلة العراقي وجميع منافساته. ومن تخلص المباراة راح تقعد ويا عائلتك تتابع المسلسلات العربية والعالمية وكل الأفلام اللي تريد تشوفها بالسينما والوثائقيات وأفلام الكرتون والأغاني اللي تقدر تشوفها عبر قنوات OSN أيضا. شفتوهن ذني كلهن؟ بس ب 625 دينار كل يوم. عشرات القنوات المنوعة اللي توفر لك كل أنواع الترفيه اللي تحبها. اتصل على الرقم الموجود حتى تعرف أقرب وكيل إلك واشترك بسرعة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وبداية صباح الخير فاطمة، شنو الأخبار وشون هالمعنويات؟ سولفيلي. صباح النور نهلة، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الرابعة والرابعة الرياضية. المعنويات يعني ما احكي لك فول، يعني اليوم كنا ايد واحدة وقلب فاطمة. واحد ويا المنتخب الوطني بأول مهمة له بتصفيات كأس العالم والخطوة الأولى نحو التأهل إن شاء الله إلى كأس العالم 2026، وأيضا كنا ثقة بالكادر الفني وباللاعبين وبالجماهير اللي أيضا اللي ما راح تخيب ظننا اليوم. شو تشوفين شلون راح تكون الإقبال الجماهير؟ راح يكون العدد هائل مثل خليجي 25؟ أنا متأكدة إنه الجمهور العراقي الآن وصل لمرحلة يعني أكو توعية صارت، يعني وأكو وعي بهذا الموضوع، وأنا متأكدة إنه الناس بما إنه يريدون يطلع العراق بصورة حلوة قدام العالم ما راح يفشلون اليوم. والجماهير العراقية معروفة عنها أنه هي وفية ودائما ما هي تكون موجودة ويا المنتخب حتى تآزره، حتى تكون معه. فنتمنى إن شاء الله يا رب اليوم نشوف حضور جماهيري كبير، أنه جذع النخلة مثل ما تعودنا عليه بالمباريات السابقة يكون كله صوت واحد عاش العراق، ويا رب أيضا نختم هذا الشيء الحلو بفوز اليوم إن شاء الله. طبعا أنا متفائلة بالدريس اليوم اللي أنت لابسته، إن شاء الله يكون هذا الدريس وجهة خير علينا ونفوز اليوم. مع أنه أنا بالعادة ألبس غير الدريس، هذا أول مرة ألبسه إن شاء الله، الله يستر. لا إن شاء الله خير فاطمة. بس أنا كل ما ألبس دريس يعني يفوز المنتخب، يعني عندي تجارب سابقة بهذا الموضوع. إن شاء الله نتمنى أنه يعني اليوم تكون نتيجة كبيرة
مع انه المنتخب راح يلعب زي الابيض باللون الابيض مو اللون الاخضر، بس يعني نتمنى انه اليوم هو دريس عراقي هذا المهم. اكيد اكيد والمهم انه احنا بدنا نشجعهم من قلب واحد طبعا اكيد، ونتمنى لهم كل التوفيق. يعني تعرفين فاطمه انه من تكون عندنا مباراه للمنتخب العراقي كليتنا نكون صدق ايد واحده وصدق قلب واحد طبعا، والتشجيع يكون نيجي من كل قلبنا وندعي انه يا رب يفوز العراق يا رب يفوز العراق، وتكون فرحتنا كبيره طبعا. وان شاء الله اذا فاز العراق يعني اطلاق النار العيارات الناريه الاحتفالات المسدسات. بنفس الوقت نتمنى انه الموضوع يبقى بالاطار السلمي، انه ما نضطر انه يعني نشوف هيك مناظر مثل كل مره، لانه يعني السلامه مهمه حتى لو كانت فرحتنا كبيره. يعني صح فاطمه، اذا ممكن انه يستخدمون الطقطاقات اكيد طبعا ما بها مشكله، يعني تكون فرحتكم شلون ما تكون تطلعون بالشارع بالسياره تغنون تشغلون اغاني عراقيه، ولكن ابتعدوا عن المسدسات طبعا ان شاء الله. يعني ان شاء الله اليوم 7:30 شيء 8:15 تخلص، فيعني اي ساعه راح تبدي فاطمه؟ 6:15 تخلص تقريبا 8:15 يعني ان شاء بس الله. بس يعني احنا نريد نشوف الفرحه، يعني فرحه الجماهير. احنا للاسف موجودين ببغداد ما موجودين تحياتنا للجماهير البصراويه اكيد، تحياتنا اكيد لاحمد والكادر هناك بالبصره اللي دا يشتغل شغل جدا جبار. اليوم الرابعه الرياضيه راح تكون عندها تغطيه انطلقت يعني منذ الان لوقت المباراة والاستوديو التحليلي، وأيضا بعد المباراة حتكون تغطية موسعة وشاملة لكل ما يخص بالمنتخب الوطني ومباراة اليوم. راح تنقل عبر قناة الرابعة؟ أكيد طبعا راح تنقل عبر قناة الرابعة، وعندنا استوديو تحليلي اليوم مهم من البصرة ومن بغداد. حلو، عاشت إيدكم عاشت إيدك فاطمة. طبعا أرجع لك، ولكن راح نكمل جولاتنا بعدين نكمل فقراتنا الرياضية. شكرا لك فاطمة. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، حيدر الصيف مثل ما نعرف يوميا هو يكون مع المواطنين، بس البارحه قرر انه يكون مع فرق البلديه. شاهدنا انه البارحه كانت نسبه كميات المياه كبيره هطول الامطار، يعني بعض الشوارع غرقت بعضها انه كانت جيده نوعا ما. اللي ما مبلطه لا الله يكون بعونهم، يعني ظلوا قاعدين بالبيت، ولكن الشوارع اللي مبلطه غرقت نقدر نقول. فيوم أمس كانت الفرق البلدية متواجدة بالشوارع لسحب كميات المياه، وحيدر كان متواجد وياهم، فخلينا نشوف جولة حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أول النهار. اليوم حلقتنا راح تكون مختلفة، يعني بعد دخول العراق فترة هطول الأمطار على العاصمة الحبيبة بغداد، اليوم راح تكون لنا جولة في دائرة بلدية المنصور. راح نلتقي مع معاون دائرة بلدية المنصور مع مدراء الأقسام في هذه البلدية. راح نشوف بهاي الجولة في ساعات متأخرة من الليل، راح نشوف هاي الجولة وراح نشوف الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها دائرة بلدية المنصور خلال دخول العراق هطول الأمطار. بالبداية راح نسولف مع الأستاذ صادق معاون دائرة بلدية المنصور. السلام عليكم استاذ صادق. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ اهلا وسهلا بك. طبعا احنا اسفين ازعجناكم بهذا الوقت. لا بالعكس، احنا دوامنا 24 ساعة ثلاث شفتات. فاحنا متواجدين اللي تدري هسه حالة طوارئ. نعم. خفر امطار يصيحونا، متواجدين بالشوارع، خاف يصير هطول مطار لا سامح الله، الجو مغيم. فاحنا عندنا خطة طوارئ عدت لهذا الغرض، تبدا يعني اول سقوط اول قطرات مطر، ولا ان ننهي الامطار ونصرف المياه الى شبكة مياه الصرف الصحي ومياه الامطار. حاليا احنا بال يعني بشارع الدائرة اللي هو هذا اهم شارع، شارع الزهور يعني شارع الدائرة البلدية. هذا كان يحدث فيه تلكؤات، احنا اجراءاتنا وتحوطاتنا واحتسابا لاي طارئ قمنا باعمال تنظيف الخط الخطوط الرئيسيه مالته وتنظيف المشبكات والمنهولات ضمن هذا الشارع. فتلاحظ انت حاليا بس مجرد دفع المياه الى المشبكات، لان تدري الشارع يعني به شويه منخفضات، فنصرفها الى باتجاه المشبكات الامطار الموجوده بالشارع.
اكو البعض يعني يقول انه المنصور يعني ايضا في يعني في السنه السابقه نعم غرقت يعني بسبب يعني ايضا هطول الامطار، ما اعرف يعني الاسباب انه هي عدم تنظيف المجاري، لو شنو خطتكم لهذا العام؟ نعم نعم، احنا عندنا مكانات مشخصه بالنسبه للدائره البيديه احنا نعرفها. نعم. مثلا في الاسكان عندنا، في الغزاليه عندنا، بعض المناطق اللي يصير بها طفح مجاري بسبب هطول مياه الامطار. نعم. ان شاء الله هذا العام ضمن خطتنا تجاوزناها، يعني نصبنا او انشانا محطه في الاسكان، واكو كان خط متخسف في الغزاليه تم تصليحه، مكانات ما بها مشبكات تم اعداء يعني انشاء مشبكات لها لتصريف مياه الامطار الى شبكه الصرف الصحي. وكذلك احنا بس اريد اقول للمواطن واقول للاذاعتكم الموقره انه نوبات يصير امطار اكثر من استيعاب الشبكات واكثر من استيعاب المحطات، هذا يصير طفح بس بالتدريج، يعني خلال يعني اكو مناطق مثلا قريبه على الخطوط الناقله خلال يعني ساعات ينصرف المي، يعني صرف المي للشبكه، واكو مناطق شويه بعيده، يعني شلون الفلاح اقول لك بزايد وصدر، المكانات البعيده شويه يصير التصرف بالتدريج، لان تدري لان الشبكه متنقه بسبب الامطار الغزيره وعدم اتساع يعني شو اسمه اتساع الشبكه للامطار، فده يصير تاخير بالتصريف، وانما يعني مو فيضان، وانما يتاخر التصريف لمده يعني اكثر شخصها 24 ساعه. شلون يعني تشوفون تعاون المواطن وياكم خلال هاي الفتره، يعني بما يخص يعني التنظيف، رمي الاوساخ، هاي الامور شلونها؟ يعني ايضا هم لديكم حملات توعويه بهذا الموضوع؟ نعم، احنا مواطننا هنا بالعراق بصوره عامه وبالمنصور بصوره خاصه شقين، اكو ناس مثقفه تساعد الاداره البيديه، يعني ما يدب الوسخ بالمشبكات، حطها بموقعها، بحطها باكياس، حطها بالحاويات النظاميه، واكو مواطن لا شويه عبثي يشمر الوساخه وين ما كان وما يهمه، يعني هذا احنا نحاول يعني خلال اذاعتنا اذاعه صوت العاصمه وخلال حملات توعويه من قبل الوعي البديه مال الدار البديه نثقف المواطن على هالموضوع، لان هي شبكه إلى وبخدمته، يعني مو خدمه الدار البديه، يعني الشبكه والخدمات هي للمواطن، لخدمه المواطن مو لخدمه البلديه، واحنا حريصين عليها انه نحافظ عليها من العبث ومن الاوساخ ومن كل شيء. شنو الرساله اليوم اللي توجهها للمواطن؟ رساله المواطن عدم التجاوز على شبكات الصرف الصحي بالذات، يعني مو اربط مجاري على مشبك، لا اربط مجاري على خط رئيسي، خط صحي رئيسي، لان هذا يسبب طفح مجاري وامطار تجي فيصير طفح بالشارع وحتى ياثر على بيته. نعم. هسه نروح يعني شلون وين راح تاخذنا هسه حالنا؟ احنا هسه نروح اذا تريد محطات او نروح. نعم. شارع السبعاوي. نعم. اللي هو مجاور الشارع على امتداد شارعنا هذا موازي له. نعم. شارع الاخر هو هم شارع مهم وبمطاعم يعني الناس يعني موجودين. فشوف انت راي المواطن بالبلديه موجودين، يعني اكيد يعني الابطال يعني اداره بلديه المنصور الاقسام موجودين، المعاون الثاني موجود، كنا موجودين هسه بخدمه المواطن وخدمه الدار البلديه ان شاء الله. ممنونين ان شاء الله. نعم احبتي المشاهدين، يعني راح ناخذكم في هذه جوله الى عده مناطق في من ضمن حدود دائره بلديه المنصور، وراح نشوف يعني يعني نشوفكم ايضا كيفيه يعني عمل نظافه هذه الشوارع، بالاضافه الى الحملات الكبيره يعني ومن ضمن الخطط الاستراتيجيه التي وضعت من قبل دائره يعني بلديه المنصور، راح نشوفها، خليكم ويانا. يعني مثل ما تشوفون احبتي المشاهدين عمال النظافه بانتشار، يعني لا زال يعني منذ ساعات يعني كثيره، يعني الليل مع النهار هم يعملون من اجل يعني سحب مياه الامطار، بالاضافه الى الاوساخ على اللي تكون يعني متواجده فوق شبكات المجاري. ويانا استاذ مصطفى يعني مسؤول الوجبه الليليه في قسم النظافه، راح نتحدث وياه ونشوف يعني موضوع عملهم شنو اللي دي يسووه خلال هاي الفترة. السلام عليكم.
سلام. شلونك استاذ مصطفى؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك. احنا دا نشوفكم يعني حاليا يعني دا نشوف انه اكو عمل يعني مستمر. نعم. يعني حتى هذه الساعات المتاخره من الليل. شنو اللي يعني منذ متى وانتم بداتم بهذا العمل؟ استاذ احنا هذا عملنا يومي. نعم. تنظيف الشوارع الرئيسيه من اوساخ كابسات زائد العمال زائد غسل الشوارع الرئيسيه كل قاطع المنصور. وتلاحظ العمال يعني الان قاعد ينفون سحب مياه الامطار بالمدفعين على المشبكات وتنظيف مشبكات المجاري. من ايش وقت يبقى عملكم مستمر يعني؟ يبقى عملنا اثناء يعني حاله الامطار عملنا مستمر 24 ساعه. حسيتم في حاله طوارئ؟ احنا في حاله طوارئ. نعم. في حال يعني تم يعني هطول الامطار شنو اللي تتخذوه شنو اللي تسووه؟ العمال موجودين دفع المياه على المشبكات وتنظيف الشوارع الرئيسيه من مياه المجاري. بالنسبه لي يعني التعاون يعني من قبل المواطن شلون نشوفه وياكم؟ التعاون مستمر ان شاء الله مع المواطن واحنا في خدمه المواطنين ان شاء الله. عاد تديرون باكم على الولد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي استاذ. ان شاء الله استاذ مصطفى. نعم يعني نشوف هؤلاء الأبطال الجنود اللي يسهرون الليل مع النهار من أجل رفع هذه الأوساخ من شبكات المجاري. سلام عليكم يا وليد، شوكم؟ قواكم الله، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. شوكم؟ والله بخير استاذ. شو الأخبار؟ والله فوق. شلون الشغل؟ والله زين استاذ. ها؟ زين؟ الله يعطيك الصحة والعافية. شو بتستلم؟ خير من الله. يا الله الله يرزقك. ايش تسوون هسه انتم حاليا؟ والله ننظف. ها؟ ننظف. شو تشيلون هسه انتم يعني؟ هاي مال المجاري الشارع تنظيف فوق جوا. اها. اي والله. الله يحفظه. شكرا عادل. شكرا يا بطل. شلونكم يا وليد؟ تعال 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 انت البطل تعال. شلونك؟ والله بخير. شو اخبارك؟ والله بخير. من يا منطقه حضرتك؟ نبغى غريب. كل الهلا. كل الهلا بيك. بيك اكثر. الله يحفظك. شلون الشغل؟ والله زين الحمد لله. نعمه؟ اي الحمد لله خير. تعب مو؟ لا والله زين مو ذاك تعبان. والله. ايش تسوون هسه انتم حاليا؟ والله تنظيف الشارع من النفايات من هاي التراب السد المجاري. ايه. والله الحمد لله شغل زين. ان شاء الله انتم في حاله استنفار يعني؟ اي ان شاء الله. ها؟ اي نعم. ان شاء الله. شو عاد انت متزوج شنو؟ متزوجة. ها؟ اي متزوج. قد عندك اطفال؟ ثلاثة. الله يعطيهم الصحة والعافية. الله يسلمك. اجورك مكفية الحمد لله؟ اي لا الحمد لله ماشي. نعمة؟ اي خير من الله. يا الله. الله يرزقك. الله يسلمك. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك رحمة الله. الله يحفظك يا بطل. يعني مثل ما تشوفون أحبتي المشاهدين يعني في ساعات متأخرة وهؤلاء الأبطال يعني لا زالوا يعملون. شلونك كابتن؟ الله يسلمك. شنو أخبارك؟ والله على الله. شكو ماكو؟ الحمد لله. شو اسمك؟ أنا مصطفى. هلا هلا أبو صطيف. شلون الشغل أبو صطيف؟ والله زين. زين؟ نعمة؟ الحمد لله. الحمد لله. وين بيتكم؟ أنا برضوانية. كل الهلا. هلا بيك. كل التعب؟ شغل؟ لا والله ماكو تعب. والله ويا الوجوه الطيبة ماكو تعب. الله يحفظك. بعد ما شفنا الانتشار يعني من قبل عمال النظافة في دائرة بلدية المنصور بالإضافة إلى آليات سحب مياه الأمطار، اجينا الان الى داخل محطة مجاري السبعاوي وراح نشوف شنو عمل هذه المضخات وهل هي تعمل لحد هذه اللحظة وما زالت مستمرة. اليوم ويانا اسم حضرتك؟ مهندس وضاح عبد الخالق صالح، معاون مدير عام بلدية المنصور. كل الهلا بيك. سيادة المهندس، اللي نتحدث يعني عن عمل المضخات، شنو شغلها؟ شنو عملها؟ وهل هي يعني لا زالت تعمل يعني وهل تعمل باستمرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حسب توجيهات سيدة معالي امين بغداد المحترم المدير العام نفذنا خطة طوارئ اللي هي استنفار جميع الجهود الآلية والبشرية من سقوط اول قطرة مطر على بغداد الحبيبة. احنا كل المحطات تعمل بطاقتها كل طاقتها الاستيعابية عمود ما نخلي تعرف يعني الخزانات مالتها ما تبقى يعني تبقى بها مجال ما ترجع على الأهالي وما يصير غرق بالشارع. لحد هاي اللحظة المحطة تعمل مثل ما تشوف بأربع مضخات اللي هي طاقتها كلها أربع مضخات حجم 300
والخط السكرين مصفر الحمد لله والشكر. شنو ابرز المشاكل مثلا اللي تواجهوها يعني ان حصلت اللي تسبب يعني الغرق في الشوارع؟ طبعا اكثر شيء الكهرباء، لان يعني عندنا محطات كثيره بالمنصور ما مستثنات من القطع الكهربائي القطع المبرمج. فانت تعرف بين ما تطفى الكهرباء وتشغل المولد، احنا طبعا عندنا مولدات جاهزه كليتها وعندنا كميه غاز الحمد لله اوكي، بس احنا بنصر مطره قويه وتطفى كهرباء بينما شغل المولد يصعد يقوم الخط، فمرات يرجع على الشارع، بس احنا الحمد لله هالمطره زينه ومسيطرين عليها كل زين. بالنسبه للتنسيق يعني ما بينكم بين ما بين وزاره الكهرباء شلون يعني يتم؟ طبعا عندنا خط مباشر وياهم لحظه بلحظه، وعندنا المشغلين وعندنا اصلا رؤساء اقسام مسؤولين على محطات، يعني عندنا 24 ساعه من نسبه المطر. فيعني اول باول تطفى الكهرباء رسم ان يعني عندنا اتصال مباشر وياهم ويجون رسم. بس تعرف مرات اكو شغلات تصير كبيره، يعني مثلا عطل المحوله فشوي تتاخر هاي الشغله. المواطن شلون وياك؟ والله كل الزين الحمد لله، اي زين يعني متفهم طبعا. المواطن يعني احنا كلنا مواطنين قبل ما نصير موظفين، يعني قبل كانت ثقة مو قوية بأمانة بغداد، بس هسه الحمد لله لا تحسنت ودي اشوفوا اكو خدمات بشارع نسويها. اكو مشاريع مثلا جديد جاي تقومون بها حاليا كبلدية المنصور؟ طبعا هسه احنا كمجاري انشأنا محطتين جديدة بمنطقة الاسكان، محطة الاسكان الجديدة ومحطة قرب مستشفى الطفل. على مود تعرف انت منطقة الاسكان يصير مرات بها غرق بالامطار، فان شاء الله هالموسم لا يعني يعني ما يصير بها كل شيء. اكو اختلاف يعني من عام لعام؟ أي من ناحية يعني التجهيز الاستعداد؟ نعم أحسن. إحنا كل السنة هاي كل محطاتنا كلها سوينا لها يعني صيانة وتجديد، تبديل التالف كل اللي تكملناه، يعني يعني استعداد موسم المطار كلش قوي. يعني هاي توجيهات أمين بغداد ما عليهم. شكرا حبيبي. أهلا يا أهل المنصور، ارتاحوا يعني هذا يعني هاي السنة إن شاء الله يعني ماكو لا غرق ولا أي شيء بفضل يعني الجهود اللي جاي يتقدم هنا يعني من قبل دارة بلدية المنصور. وتحدثوا أغلب المسؤولين عن أنه هنالك استعدادات كبيرة والخطة بدأت الحيز التنفيذ يعني منذ يعني أشهر، وما زال العمل يعني مستمر من ناحية تنظيف يعني المجاري، من ناحية رفع الأوساخ من أغلب يعني الأرصفة والشوارع العامة والرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى هنالك عمل مستمر بسحب مياه الأمطار إن سقطت خلال هذه الفترة. بعدنا مستمرين وياكم، ابقوا يعني. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. قواكم الله. الله يقوي حيلكم ان شاء الله. شنو اخبار المطر؟ والله الحمد لله، احنا حسب توجيهات السيد امين بغداد المحترم وتوجيهات السيد المدير العام المحترم تم وضع خطه كامله وشامله للحظه سقوط الامطار، تتضمن انه التصفير المستمر للمحطات وانتشار الجهد الالي والبشري في الشوارع الرئيسيه واستيعاب كمية الأمطار الساقطة في بغداد أثناء هطولها. والحمد لله يعني خلصت فترة الأمطار وتجاوزنا الأزمة وسيطرنا على الوضع وماكو أي طفح يذكر. يعني بالنسبة لخططكم مش وقت بدأت يعني التنفيذ؟ الخطط بدأت من شهر الثامن بتنظيف الخطوط الرئيسية وتنظيف المشبكات وتنظيف المحطات وصيانة شاملة كاملة للمعدات الكهربائية والميكانيكية للمحطات من المضخات والديزلات والمولدات، والحمد لله يعني كانت جاهزيتنا 100% في قاطع بلدية الرشيد، وما أشر علينا أي مؤشر والحمد لله فضل معالي أمين بغداد والسيد المدير العام المحترم. سمعنا عندكم أنه أنتم حاليا يعني في حالة طوارئ. أي نعم، طوارئ عندنا إنذار وحالة طوارئ صار لنا تقريبا 36 ساعة قبل لحظة سقوط الأمطار، ولا زال حالة الإنذار مستمرة ليوم غد. اليوم شلون تعاملتوا يعني المطر؟ يعني اليوم كان قوي مثلا يعني بما يخص يعني
انسدادات يعني حصلت انسدادات؟ والله احنا لا احنا الحمد لله لا يعني مره تصير يعني مشاكل بسيطه نتجاوزها في لحظتها في مشبكات الامطار، وانما خطوط الرئيسيه وخطوط الشوارع الرئيسيه والمحطات كانت مصفره يعني بصوره مستمره خلال سقوط الامطار وما عانينا اي مشكله اثناء السقوط. جاي نشوفك انتشار يعني الآلي. اي نعم 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 انتشار الجهد الآلي والبشري في عموم القاطع يعني الى انتهاء لحظه الانذار. اي نعم. ايش قد يعني المتوقع انه؟ والله احنا لحاله الانذار الى غدا يستمر ان شاء الله، الى غدا صباحا نسحب الجهد الآلي والبشري. اي نعم. شنو اهم يعني مثلا المشاكل اللي تواجهوها يعني خلال عملكم؟ ماكو مشكلة الحمد لله، يعني ماكو مشكلة يعني الحمد لله انه كان سقوط الامطار ليلا فسهولة التنقل يعني كان يعني ما واجهنا يعني بالتنقل هذه، يعني تدري بداية الدوام وكذا وهذه الزحامات الحمد لله سيطرنا على القاطع قبل خروج الموظفين الى الدوام الرسمي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. رئيس مهندسين عبد الله مصطفى، مدير قسم المجاري بلدية المنصورة. دمتم في امان الله وحفظه. شكرا لزميلي حيدر نصيف. طبعا اريد احكي بهذا الموضوع ويا كل من يشاهدنا يعني، وينصح من اللي يعرفه اقاربه جيرانه. اليوم احنا كليتنا مسؤولين عن بيتنا، عن دارنا، عن امام الدار اللي موجود، عن النفايات، رمي النفايات. يعني اليوم احنا من نرمي النفايات نرميها بمكانها المخصص، يعني كل منطقه عندها اكو حاويه موجوده يروح الشخص يذب النفايات هناك. لكن اكو البعض ماكو تعاون مع فرق البلديه، يرمي النفايات بالباب، باب بيته ما ينظفها، تبقى النفايات اللي موجوده، اوراق الاشجار وغيرها، هاي احنا مسؤوليتنا. يعني اتذكر سابقا يعني كنا احنا يعني الى الان يعني بيت اهلي واني نفس الشيء، شارع احنا كليته ننظفه، يعني نتعاون علي احنا الجيران من اني اريد انظف باب بيتي، جارتي تطلع اللي بصفها تطلع تنظف بابها، أو إذا ما تقدرين أنت تطلعين ابنك الكبير، زوجك، ما بيها شيء. يعني إذا احنا نحافظ على نظافة بيتنا، يعني أمام الدار هو هذا همين يعني يعتبر بيتنا ويعبر عن نظافتنا الشخصية ونظافة البيت ونظافة أهله. فضروري اليوم احنا نكون كمواطنين مسؤولين عن هذه هذه الأمانة. مثل ما يقول المخرج هم يعني يقول غسل السيارات في الشارع، يعني هم لازم ما نغسل السيارة، لا عاد شلون نغسلها؟ وين نروح يا مخرجنا؟ يا مخرجنا وين نروح؟ يعني لازم ما يخالف يعني ننظفها للسيارة، بس بعدين المي اللي ما بخليه قدام الباب نوديه للمجاري، شبكة المجاري أيضا ننظفها، يعني ما نبقيها. مو هيك يا مخرجنا؟ ما بيها شيء، غسل السيارات بس بمي قليل يعني، مو تخلون المي مفتوح. شكرا مخرجنا. فمثل ما قلت يعني هاي أمانة، أمام دارنا هو أمانة ويعبر عن نظافتنا ونظافة بيتنا ونظافتنا الشخصية، فنكون إحنا لازم مسؤولين. يعني أنا هواية أشوف يعني بيوت بيتها نظيف بس قدام بابه لا، موجودة النفايات، أوراق الأشجار وغيرها وغيرها. يعني وكذلك أنا أتمنى من البلدية تحاسب كل شخص يرمي النفايات أمام داره أو ما ينظف أمام منزله، يعني أمام بيته ما ينظفه، يعوفه، يتركه أوراق الأشجار وغيرها. طبعاً ننتقل من بغداد عفواً إلى كركوك. تقرير مهند التميمي. أكو مناطق في جنوب محافظة كركوك تعاني من تكدس النفايات طبعاً وغيرها، واعتبروها هذه المنطقة منطقة تمر صحي. تعرفون انه هاي تاثر على السكان اللي موجودين، تاثر صحيا، بها روائح كثيره تجذب الحشرات وغيرها. فتقريرنا لهذا اليوم من محافظه كركوك عن تكدس النفايات، خلينا نشوفه. تستمر معاناه منطقه واحد اذار والمناطق المجاوره لها جنوب كركوك جراء تكدس النفايات ضمن المحطه الوسيطه الاولى لتخزينها قبل نقلها الى منطقه التمر الصحي. هذا التكديس أصبح مصدراً للأمراض والأوبئة والروائح الكريهة كما يقول مواطنون. منطقة واحد آذار نعاني من التمر الصحي،
من الرائحة، وهناك أمراض مزمنة صارت بالمنطقة ونعاني حيل. يعني اشتكينا مرتين ثلاثة وطلعنا مظاهرات، المنطقة تعاني كلها، شوف المحلات كلها معزلة من الريحة الكريهة، وأمراض مزمنة هواي صارت بالمنطقة، أمراض يعني سرطان حيل مزمنة صارت أمراض هنا. وناس فقراء من شغل المبردة، المبردة يسحب وين؟ داخل البيت، من دا يسحب داخل البيت، واكو جهال، وهذا يسوي امراض، يسوي ربو، يسوي شو اسمه، اكو ناس بيهم ربو، اكو ناس بيهم مرضى. فد مره ما نقدر نعيش فيه، وانه ريحه ماله ما يخلي ننام ولا نقدر نشغل المبرده، وهذا المحافظه قريب وهذا الصحه قريب، ما يقدر يحاسب هذا شو اسمه. إدارة البلدية أوضحت أسباب تأخر تغيير موقع المحطة الوسيطة الأولى للموقع البديل الذي خصص له 1,100,000,000 دينار، مؤكدة أنها أكملت كل المتعلقات وتنتظر إجراءات الدوائر المعنية الأخرى. تم إيجاد موقع بديل لمحطة الوسيط الموجودة في 1 آذار، الموقع الجديد في منطقة قرب الحي الصناعي الجنوبية، حيث من قبل البلدية الإجراءات مكتملة، لكن إجراءات الدوائر الأخرى لحد الآن غير مكتملة. مشروع بحدود 1,100,000,000 دينار، والبلدية كما قلت جادة في تنفيذ المشروع خدمة للصالح العام. أمراض مسرطنة وأخرى مزمنة هي ما يتعرض لها سكنة المناطق المجاورة لمحطة جمع النفايات. وحتى يتغير موقع المحطة الوسيطة لجمع النفايات، يبقى أهالي المناطق المجاورة لها يدفعون ثمن هذه الكارثة البيئية، فيما لو استمرت لسنوات أخرى. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. شكرا لزميلنا مهند. طبعا صدق كارثة بيئية، يعني الله يساعد الناس اللي قاعدين قريبين على هذه المنطقة، يعني منطقة تمر صحي قريبة من سكنة مواطنين، شلون يصير؟ يعني هاي أضرارها الصحية والبيئية، تجمع الحشرات، حتى المياه الجوفية هم بدها تتأثر. يعني حتى واحد إذا انقطع المي وراد يحفر بير، شنو نوع المياه اللي راح يكون؟ كله ملوث. زين أطفالهم شلون؟ هم شلون؟ ضروري بأسرع وقت يكون أكو مكان مخصص للتمر الصحي، بعيد عن السكان، بعيد عن المواطنين، بعيد عن الأطفال. شنو ذنبهم؟ ما أعرف، يعني عجبني أنا، يعني شفت المنظر جدا تعيس. مشكلة، يعني إحنا مشاكلنا ما تنتهي، يومية عندنا مشكلة، وإحنا يوم عن يوم للأسوأ، مدى نتقدم، مدى نلقى حلول جذرية لهاي المشاكل. يعني حتى بعض المدارس أريد أحكي بيها، مين هو؟ هم طلاب ومداومين ويجون يحرقون أوراق، يعني مو المسؤولين، ما نقدر نقول المديرة، المساعدة أو العاملة بهذه المدرسة، تجي تجمع الأوراق اللي ما تريدها أو النفايات من تنظف المدرسة وتحرقها. زين هي المدرسة وين؟ مو بها أطفال؟ يعني الأطفال راح يتأثرون، المنازل اللي قريبة عن هذه المدرسة ما راح يتأثرون، حتى ما يصير نحرق النفايات، ما يصير نحرقها. فمشكلة، الله يكون بالعون، يعني الله يساعدهم. راح ننتقل إلى استطلاع جعفر. استطلاع جعفر اليوم كلش حلو. احنا يوميا من نطلع بالسيارة بالتقاطعات بالازدحامات نشوف شخص طفل أو كبير بالسن يجي ينظف الجامعة مع السيارة، أو يجي يبيع شاي، أو اللي يبيع جقاير، اللي يبيع كارت، حسب يعني كل تقاطع بشكل، أو يعني كل تقاطع يعني أعداد هائلة من الأشخاص، من الأطفال أو من كبار السن أو حتى شباب. يعني أنا البارحة شفت فد موقف، ظل يصافني شاب هو وبعده بحيله وده يقدم من التقاطعات. زين انت بعدك شاب وبحيلك، اشوف لي شغله حلوه، شغله مرتبه، حتى لو عامل اتعب بجدي وبتعبي، ليش اني اذا احصل بسهوله هاي المبالغ الماليه ادق جامه السياره، انطيني ربع، انطيني 500، انطيني 1000؟ اكو ناس مستحقيها، ننطيها للمستحقيها. انت بعدك شاب وما بيك شيء، روح اشتغل. والأطفال كارثة، إنه طفل يترك مدرسته ويروح للتقاطعات يبيع الشاي ويبيع الكارت أو ينظف جامة السيارة. ومع العلم إنه أنا يعني هواية أشخاص أعرفهم، مرات أحكي وياهم للأطفال أقول له ماما أنت إيش عندك هنا؟
ليش واقف؟ يقول لي والله دا ساعد اهلي. زين ماما ليش ما تروح تشتغل؟ بابا ليش ما يروح يشتغل؟ بابا مريض، ماما ما تقدر. زين الطفل شنو ذنبه؟ تحرموه من دراسته، من تعليمه، يكون مهندس، يكون دكتور بالمستقبل، يكون له مستقبل جميل، ليش اخليه بالتقاطع؟ يعني والشارع صعب جدا، صعب للكبير صعب، للطفل شلون؟ يعني اكو اشخاص هم حقهم ومستحقين انه نساعدهم، ولكن اشخاص ما مستحقين. فخلينا نشوف استطلاع جعفر وبعدين نحكي بهذا الموضوع. رايك بظاهرة تسول مسح الجام؟ كم يضوجوك؟ اشيلهم كلهم واشفرهم. هاي وصخ الجام وما نضوره. تقول له ما شايل يضرب الجامة. ايه المفروض يقضون عليها يعني. يحرجون البنات. يحرجون العالم بدون سبب. هاي شو ايش سوى؟ هاي وصخ الجام وما نضوره. شنو هاي؟ رايك مو صحيح. ذولا مسولين ذولا. يعني تعرقية. يجي يقول لك وين عمامك؟ جيب عمامك. ما بنحل احنا. ما له خلق. الدولة اي الدولة تحل. دخلوك بسالفة. اي ايه المفروض هنا ياكون دوريات مال هذا يشيله ويذبه بالصندوق. موجودين دوريات بس ما حد يحكي. ما حد يحكي وياه، ما حد يقول له وين انتم. ما هم خوف من العشائر يعني. دولة خوف من العشيرة؟ اي اي. والله ظاهرة كلش تعبانة ودا تضوجنا ودائما جماله هم ما مؤدبين، يعني اذا اقول نقول لهم لا يقومون يغلطون. صح. ويضربون الجامعة يخرعون العالم. يضرب الجامعة لو يرشها لو يرشها ويروح قسطني، يعني عبالك أطفال حاقدين. ايه؟ ما شايفة هيك شيء، يعني ظاهرة كلش تعبانة. أنا يعني أنا شايفهم مرات حتى يفشرون على يفشرون ذاك اليوم خطية، يعني رجال فشروا عليه وأنا واقفين. ايه؟ يعني كلش ما أدري هاي شنو الظاهرة. والله نحلها انا يا مالك، اشيلهم كلهم واشفرهم ونشفرهم خارج يعني خارج العراق. مسح الجام بالشارع يعني هي مو منطقيه. اما التسول هذول يعني هم اخذوها هاي ارتزاق، يعني يجب ان الدوله يكون لها دور في الحد من هذه الظاهره، لانه ظاهره محلوه. هذا اكو بعضهم مو يمسح لك الجامعة انت ما تريد تمسحها، يمسح لك الجامعة تقول له ما شايل. ايه؟ يسوي لك الجامع الاخر يبخه هالشكل يسوي صابون حتى يخرب عليه. زين فهاي يعني ايش تسوي؟ هاي ظاهره المفروض الدوله يعني هي المسؤوله عنها. يعني هم يعني من الفتره الاخيره صاروا اصابات ضربات، تدري اصابات. ايه؟ موجودين طبعا. وهذول خطرين ترى. صح والله خطرين. يعني نقول نسال الله انه ان شاء الله يرحم بحالهم وبحالنا يعني ان شاء الله. بس اكو بهم عالم فقر يعني، واكو بهم لا والله كلاوشيه، فاغلبيتهم تم يضوجوك مرات يشفلوك انت قاعد ما تشوف الا اشتغل عليك. اي خطيه. لا هم اغلب شيء يحرجون البنات، شايفين من يحرجوهن. ايه. ميتون فش تسوي؟ ترى كم يحرجوك؟ لا عادي طيب ربع وخلي يرحمون. سبب الدوله هي دولة؟ اي دوله سبب. الحكومه لانه خلت نسبه الفقر الى درجه عاليه، فهذول عوائل مظلومه منكوبه، ما حد مدى يراعيهم، ما حد مدى يحير المهمية. صارت مهنة بعدين عندهم وقام يتعودوا عليها وقام يتسولوا. بالفعل أكو موجودة من شخص يلتزمهم، استغل الفرصة، سلطة ماكو، قوة قوية موجودة، فلذلك قانون ماكو. يعني بعد بأي صفة يحتمي هو إذا قانون ماكو؟ القانون تايه ومتسيب. لا والله بالعكس، هي حالة يعني الناس فقرة ماتوا، مين يجيبون؟ لا تعيين، لا شغل، لا عمل، فمن مجبور هو يشتغل هاي الشغل. بس مرات يعني يحرجون العالم. اي مرات يعني اكو بهم الماسحات ممكن يضرب السياره احتمال يعني. لا ما يغلط، لا ما يتجاوز. شايف انا بعيني وبذني سامع يفشرون على البنات من مرات. على البنات اي، على الولد لا ما يتجاوزون. يعني ظاهره صحيحه؟ لا مو صحيحه. هي المفروض يوفروا لهم فرصه عمل للشباب. فش يسوي بعد؟ وانت سوي بصوره عامه. تسول والله هواي صارت بالعراق. اي هواي والله المفروض يقضون عليها يعني. ويضرب الجامع. ايه يضرب الجامع مو خوش. اصبحت مهنه هي. يعني مهنه صارت مهنه. مهنه صارت. صحيح هذا الشيء؟ صح لا غلط هذا. وممكن يقدر يشتغل غير شغل يعني طبعا شغل متوفر.
ليش ما يشغلون؟ يعني الظاهره سلبيه مو حلوه. اي طبعا مو حلوه بالنسبه لاعمارهم، مو حلوه هاي، بس هم جهال يعني. حتى الحج بهالعمر هذا ويشتغل يعني ما قاعد. يا ستي حجي بهالعمر هذا انا ابيع شاي بالشارع. بيع شاي بالشارع هذا رزق طبعا بيد الله، مو اللي تتسوى مو تمام مو شيء. شكرا للزميل جعفر. طبعا اريد هم احكي في هذا الموضوع اليوم، المواضيع كل شيقه تخلي الواحد انه يحكي بيها. موضوع الاطفال، تسول الاطفال، يعني احنا على الجهات المعنيه الحكومه الشرطه المجتمعيه تكون اكو رقابه واكو توعيه انه هذول الاطفال انا من اشوفهم بالشارع اسحبهم اخذهم. احنا صح ما عندنا دور ايواء، عندنا دار ايواء واحد فقط، بس ممكن انه احنا نخلي دور ايواء اذا الاهالي ما يقدرون يصرفون على اولادهم ويربوهم، الدوله تربيهم، الدوله تحميهم، تسوي بالمستقبل انه مهندس، دكتور، معلم، شيء له بالمستقبل. يعني احسن ما اخليهم بالشارع. واذا انا شفت هذه العائله محتاجه وصدق ابنهم طلع دا يشتغل في سبيل انه هو يعيش اهله، الحكومه لازم توفر مصدر رزق لهذه العائله، تفتح لهم مشروع، راتب الرعايه، صح انه هو راتب الرعايه قليل بس على الاقل يوفر لهم شيء. طبعا الاطفال من دي يطلعون بالشارع، حتى الاهالي من دي يشوفون اولادهم يوميا دي يروح يشتغل يحصلها باليوم 50,000 100,000، يقول لك هاي كل زين، انا شكو داخلي قاعد بالبيت، شنو اخليه بالمدرسه؟ فلازم احنا تكون اكو محاربه من الجهات المعنيه، من الحكومه، من الدوله. ليش ندمر مستقبل اولادنا؟ هذول كلهم اولادنا، مو ابني او ابنك او ابن ذاك، لا هذول كلهم اولادنا، هذول كلهم عراقيين من دمنا ولحمنا، نخاف عليهم ونريد لهم مستقبل جيد يأمن حياتهم. طبعا الحديث يطول ولكن فقراتي اليوم انتهت، راح نحول على فاطمه. فاطمه اريد اسالك، يعني بالشارع يوميا منتجين للقناه، شنو تشوفيهم يعني يجون عليك يحكون وياك هذول الاطفال؟ طبعا طبعا نهلة، أنا بالبداية أتكلم موضوع جدا مهم، يعني التقرير وطرح مشكلة إحنا كنا نعاني منها، يعني السواق، إنه هذا الموضوع ما بين إنه نعود الطفل على هذا الشيء إنه هو ياخذ المال بطريقة غير صحيحة أو سهلة، أو نحن نكسر خاطره، فالموضوع جدا محير، يعني أنا أحيانا ما أعرف شنو أسوي يعني. بس حتى لو نطلب منهم انه لا احنا ما نريد، لا يعني يجبرونا على هذا الشيء، فهذا الموضوع يعني الشخص هم مو ذنبهم، اكيد نرجع نقول هم مو ذنبهم، بس الشخص اللي قاعد يعلمهم هذا الشيء هو لازم يحاسب ولازم يعاقب، كل شخص يدفع دول الاطفال الى هذه الاعمال. تدرين شنو اللي يصير؟ من ياخذون الاطفال يعني الجهات المعنيه اليوم، خلينا نحكي بصراحه، ياخذوهم يجيبون اهاليهم يكتبون تعهد، بس مجرد تعهد، وراح يطلع الطفل وراح يطلع الاب او الام ويرجعون للبيت ويرجعون ثاني يوم للشارع. يعني ترى مشكله، ماكو شيء، يعني هم لو ياخذون الاطفال هذول ويخلوهم بدار ايواء ويحموهم ويعلموهم، لا ما يصير هذا، يعني ما يصير هذا الشيء. هوايه اكو خيارات يعني نهله ممكن واحد يعني يتبعها، ولا انه احنا نشوف الاطفال بعمر الورود يعني قاعد يشتغلون شغل، وايضا بنفس الوقت هذا الشيء حيقلل من ثقتهم بنفسهم بالمستقبل، يعني هذا الطفل اللي قاعد يرفض 50 مره باليوم اذا مو اكثر، شو راح يحس لما يكبر؟ راح تهتز ثقته بنفسه، راح يكون يعني ما يقدر يكون اجتماعي، ما يقدر يتعامل ويا الناس، حرفيا راح ينكسر. لا أبالي همين، ترى ممكن يكون لا أبالي فعلا، ممكن يكون شخص عدواني. صحيح، فانت يعني قاعد تجيب امراض وصفات واشياء تخليها بطفل خطيه بعده ما شايف الحياه، فهاي جريمه كبيره جدا. يعني احنا احنا صحيح لازم يعني نجمعهم الاطفال ونخليهم بمكان، لازم ايضا الشخص اللي هو معلمهم على هذا الشيء انه نحاسبه، لانه هذا الشيء جريمه بحق الطفوله، يعني قويه تكون بحقهم. اكيد طبعا ان شاء الله. طبعا فاطمه فقرات الرياضيه لك حاليا، ونرجع لنا عودة إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً لك نهلة. إذن مشاهدينا رح نبدأ برحلتنا الرياضية اليوم، وإحنا صحيح قاعدين ببغداد بس قلوبنا كلها وعقلنا وتفكيرنا كله بالبصرة، إنه نتمنى إنه اليوم مباراة المنتخب تكون بداية خير فعلاً للكرة العراقية. نتمنى إنه اليوم الجماهير ما تخيب ظننا. نتمنى انه نشوف
المشجعين والجماهير كلهم يأزرون المنتخب بطريقة حضارية بطريقة نظامية، لأنه شرط اللعب على أرضنا هو الالتزام بتعليمات الاتحاد الدولي والالتزام بالنظام وكل شروط العالم يتبعها حتى نقدر إحنا نبقى نلعب بأرضنا، وحتى ننقل بنفس الوقت صورة مشرفة عن العراق. ولا تنسون هاي مو كأس الخليج، هاي مو بطولة ودية، هاي تصفيات كأس العالم، أكبر بطولة عالمية ممكن أنه إحنا نشارك بها. فنتمنى التوفيق أكيد للمنتخب، نتمنى من الجماهير أنه تكون اليوم إيد واحدة، جماهير الأندية خاصة نتمنى أنه نشوفها كلها تشجع الأسماء، أسماء اللاعبين كلهم بدون أي انحياز. وأكيد يعني إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة و نتيجة كبيرة نتمناها للمنتخب الوطني. نبدأ مع المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني كاساس اللي تكلم بأنه اللعب على أرضنا بعد فترة طويلة هذا الشيء راح يكون من صالحنا وعامل إيجابي أكيد. يعني هم حللوا ودرسوا كل نقاط القوة والضعف للمنتخب الأندونيسي. خلينا نشوف هذا المؤتمر الصحفي وأيضا اللي كان متواجد به اللاعب علي عدنان. مساء الخير. Especial porque jugamos entre nuestro público y muy importante porque empieza la fase de clasificación del Mundial ante una selección que se parece a nosotros en cuanto a que ha cogido muchos jugadores de Europa y ha subido bastante su nivel. No será fácil, pero esperamos con el apoyo de nuestro público empezar bien. طبعا اليوم مباراتنا مباراة خاصة جدا نظرا لأنها بداية تصفيات كأس العالم وأيضا العودة للعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا. سنتقابل مع منتخب يتشابه معنا في العديد من الأشياء، منها على سبيل المثال اعتماده على الكثير من اللاعبين المتواجدين في أوروبا، وأيضا منتخب تصاعد مستواه مؤخرا بشكل كبير، ولذلك المباراة ستكون مباراة مهمة وقوية. أكيد يعني مباراة مهمة جدا بالعراق أمام جماهيرنا بصراحة، فالدافع معنوي كبير جدا راح يكون بكرة أنه تلعب مرة أخرى في البصرة الحبيبة. أتمنى أنه يكون حضور جماهيري مثل بطولة الخليج إن شاء الله، وأكيد إحنا كفريق يعني رغم أنه قلة الفترة اللي تواجدنا بها مع المنتخب الوطني لكن استعداداتنا جيدة لحد هاي اللحظة الحمد لله والشكر. الفريق جاهز بنسبة كبيرة وأكيد الفريق الأندونيسي في تطور كبير مثل ما قال المدرب، ممكن خلال أشهر ممكن حقق نتائج إيجابية كثيرة، فأتمنى أنه نكون عند حسن ظن جماهيرنا باشر إن شاء الله ونحقق نتيجة إيجابية ترضي الشعب العراقي. أول شيء بكرة القدم بعد ماكو فريق صغير وفريق كبير، كرة القدم الآن أصبحت بدعش يعني أنه الفريق الأفضل هو دائما اللي يكون يربح بالمباريات، خاصة هاي مباريات تصفيات كأس العالم تختلف عن المباريات الودية، فأني متأكد أنه الفريق الأندونيسي فريق في تطور كبير لأنه أكيد إحنا كلاعبين وككادر تدريبي درسنا الفريق الأندونيسي خلال هاي الفترة، فأني أعتقد أنه فريق متمكن فريق متمرس الآن. أكيد المباراة الأفضلية أنه لأنه نلعب أمام جماهيرنا، جماهير راح تكون كبيرة متواجدة في البصرة إن شاء الله، فهذا ينطينا في الدافع معنوي مثل ما قلت، يعني هذا الدافع المعنوي الكبير اللي راح يقدموه للاعبين يشكل فد أضافة كبيرة. قلت أنه أتمنى أنه نكون في يومنا بكرة في سبيل أنه نقدر نطلع بنتيجة إيجابية. Bueno, a nosotros no nos gusta que seleccione ningún jugador, evidentemente, pero bueno, para eso tenemos a 23, bueno, hemos traído a 25 jugadores y después hemos incorporado a dos más, por si hay lesiones, pues los que vengan lo puedan sustituir perfectamente. Confiamos en todos los que están aquí, yo digo, lo que pasa es que nos da pena que los jugadores, nuestros jugadores se lesionen, evidentemente. طبعا لا نحب إصابة أي لاعب، أكيد هي أخبار سيئة، لكن اخترنا 25 لاعب من أجل هذا السبب، لاعبين زيادة لمحاربة أي نوع من أنواع الطوارئ التي تحدث. نثق في جميع اللاعبين الموجودين ونتمنى لهم السلامة دائما. Nosotros parece que con la salida del doctor teníamos que cubrir una plaza y además ha venido un fisioterapeuta nuevo. Confío en las gestiones que ha hecho la federación. Las sensaciones que tenemos ahora mismo con el cuerpo médico son muy buenas y esperemos que nos ayude en el futuro.
طبعا بعد خروج الطبيب المنتخب كان يجب علينا الاستعانة بطبيب آخر، ونثق في اختيارات الاتحاد العراقي لكرة القدم. وحتى الآن إحساسنا مع الكادر الطبي الجديد وأحاسيس جيدة جدا، ونعتقد أنهم سيفيدون المنتخب بشكل جيد. حتى نتكلم أكثر عن استعدادات المنتخب الوطني و الأجواء بالبصرة الحبيبة، أكيد ينضم إلينا من البصرة مراسلنا جلال جاسم. صباح الخير جلال. صباح الخير فاطمة عليك وعلى كل مشاهدين قناة الرابعة وبرنامج جوال النهار. جلال، أنت حاليا يعني واقف بمكان إلى ذكريات مهمة جدا لكل عراقي، ومثل ما نشوف حاليا وراءك أكو عالم، يعني اكو نوعا ما يعني شبه ازدحام، يعني ما معهود، لانه المره الماضيه ما شفت هيك عدد بصراحه من الناس. احكي لنا عن الاجواء عندك خاصه بالكورنيش. نعم فاطمه، بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاجواء هنا يعني بالكورنيش الان يعني اتمنى تواجدكم ويانا، الاجواء جدا رائعه، يعني اجواء خليجي بحته، يعني الاجواء الجو البارد، يعني حتى الهواء نفسه مال خليجي انعاد الان في البصره. يعني ما شاء الله تفاجئنا الان من يعني من حضورنا هنا في كورنيش، تفاجئنا من اعداد الجماهير اللي متواجده يعني على طول الكورنيش. اعتقد الصوره واضحه يعني امامك خلفي الان كورنيش على امتداد الشارع، ما شاء الله الجماهير متواجدة بشكل كبير، تنتظر ساعات قليلة وتذهب إلى ملعب المباراة يعني لمشاهدة مباراة منتخبنا اليوم. الجماهير متواجدة بكثرة، يعني حتى البعض منهم ذهب إلى الملعب الآن، لكن فيما يخص الملعب فاطمة أو فيما يخص تنظيم المباراة، الأبواب ستفتح أمام الجمهور الساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله، حسب يعني اللجنة التنظيمية، حسب يعني قيادة عمليات البصرة، ليس هناك قطوعات للطرقات، ستكون الطرق مفتوحة أمام الجماهير، أمام يعني كل وسائل الإعلام، كل الحضور الذي يود الذهاب إلى ملعب المباراة. بالتالي أكيد يعني ستكون البوابات مفتوحة الساعة الواحدة، نتحدث على قبل يعني 5 ساعات و45 دقيقة من المباراة. أعتقد هذا الوقت وقت كافي. أعتقد الجماهير العراقية أيضا تعودت على هذا الوقت، شاهدناها في مباراة خليجي، يعني المباراة كانت عند الساعة 7 أو عند الساعة 6، الجماهير متواجدة منذ الصباح الباكر في ملعب المباراة. بكل يعني بكل أحوال الأجواء هنا جدا جميلة، كل ما نتمناه ان شاء الله ان يعني ان تتم او ان تبقى هذه الفرحه متواجده على جمهورنا بعد صافره نهايه المباراه ان شاء الله. طيب جلال، نتكلم عن اخر وحده تدريبيه للمنتخب، كل اللاعبين متاحين، وشنو اخر اخبار اصابه ابراهيم بايش؟ نعم زميلتي فاطمه، فيما تخص اولا الجاهزيه، فالجاهزيه حسب يعني تصريح يوم امس كاسس الذي شاهدتموه قبل قليل، ان شاء الله سيكون يعني المنتخب على اتم الجاهزيه. اعتقد يوم امس تعرض بايش لكدمه يعني من خلال اشتراك مع احد اللاعبين اثناء التدريب وخرج على اثرها، لكن يعني هناك اخبار بان الاصابه لا تدعو الى القلق، ان شاء الله سيكون ابراهيم بايش جاهز اليوم، ولكن ما ننتظر ايضا الفحوصات الطبيه او من الطبيب المعالج لمنتخبنا الوطني. اعتقد يعني بعد ساعات تبين او تتضح لنا صوره ابراهيم بايش مشاركته من عدم المشاركه، لكن اعتقد يعني حسب قول القريبين من المنتخب يوم امس، يعني حسب الاخبار المتداوله بان الاصابه ان شاء الله خفيفه ولا تدعو للقلق. بالتالي يعني فقط غيابات منتخبنا هي يعني هي سعد ناطق فقط، يعني منذ وصوله الى البصره كان يعاني من اصابه، فبالتالي اكيد غيابات منتخبنا الوطني فقط سعد ناطق، لكن بكل تأكيد جميع اللاعبين جاهزين، جميع اللاعبين على موعد مهم اليوم في مباراة اليوم. كاسس يعني ايضا تحدث يوم امس حتى عندما تم يعني توجه السؤال الى بان يعني جاهزيتك هل توعد يعني الشعب العراقي او الجماهير العراقية بالفوز، قال انا كمدرب يعني اعمل يعني علي
يعني بهذه العبارة أنا اللي علي أسويه، لكن إحنا كفريق، إحنا كتيم كامل، يعني معي جهازي الفني، معي اللاعبين، معي يعني كل الكل يتحمل المسؤولية، الكل على أتم الجاهزية. نعم. إن شاء الله هذا ما سننتظره اليوم. أعتقد الأجواء هنا يعني جدا مناسبة. نسمع يعني جلال من حولك، يعني من الجميع، من حضور الجماهير. دا نسمع من حولك اكو موسيقى واحتفالات وهاي، نتمنى اذا يقدر مصور يعني يسوي لنا جوله بالكورنيش ونشوف الاجواء والمشجعين اللي حواليك. فاطمه الجوله راح تكون مع احمد مع الجمهور حتى لا افسد الفرحه عليك. يلا حتى ما نحرقها. اعتقد الجماهير الان يعني من حول من الجماهير الان من حول الكاميرات الجميع تنتظر احمد، احمد زميل ايضا جاهز، فبالتالي اكيد الموضوع موضوع الجماهير راح يكون يم احمد وراح يعني راح يشوفكم الاجواء الجميله. نعم. هنا يعني بصوره ادق. يلا لعد احمد منتظريك الجمهور بالكورنيش، لا تتاخر عليهم. طيب جلال خلينا نتكلم عن التشكيله، هاي اكثر شغله ينتظرها الان الجمهور انه بده يعرف شنو هي التشكيله المتوقعه للمنتخب الوطني. عندك اي تسريبات؟ فاطمة فيما يخص التشكيلة، يعني موضوع التشكيلة حتى بالمباريات السابقة حتى بالمباريات الدولية هناك البعض من يقول لدينا التشكيلة، من يقول التشكيلة متاحة، من يقول تسريبات عن التشكيلة ويضع أسماء لاعبين، لكن أعتقد هذا الموضوع انتهى خلاص مع المنتخب الوطني الحالي، مع الكادر الفني، مع حتى يعني الجهاز الإعلامي اللي متواجد مع المنتخب. والله لغاية يعني يوم أمس لغاية الساعة 11 نحن قريبين يعني من الجهاز الفني والجهاز الإداري، يعني اللي كان في فندق المينينيوم يعني عند عقد أو توقيع عقد الرعاية بين المنتخب الوطني وال واحد الجهات الرسمية الداعمة للمنتخب، لا توجد أي تسريبات عن أي لاعب، يعني حتى التوقعات التي تم طرحها يوم أمس في وسائل الإعلام بعض اللاعبين أعتقد غير يعني غير صحيحة. أعتقد التشكيلة ستخرج يعني قبل المباراة كما 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 المباريات السابقة، بالتالي أكيد يعني فاطمة موضوع التشكيلة وموضوع اللاعبين وموضوع الجاهزية أعتقد الجهاز الفني وأعتقد كاساس واعي تماما لما يحدث يعني من أمور يعني من انتشار التشكيلة من انتشار اللاعبين، فبالتالي أكيد باعتقاده تؤثر سلبا على اللاعبين، دائما يعني دائما يريد ان تبقى ان يبقى اللاعبون بالفورمه، دائما ان يبقى اللاعبون باتم الجاهزيه، فاعتقد حتى موضوع التشكيله يعني نفسيا يؤثر على اللاعبين، دائما يريد معنويات اللاعبين عاليه، هذا ما نتمناه، يعني اليوم الجميع يتمنى فوز منتخبنا الوطني بعيدا عن التسريبات، بعيدا عن من اللاعب الذي سيشارك او من اللاعب الذي لا يشارك، جميع اللاعبين على قدر المسؤوليه ان شاء الله، ونتمنى منهم التوفيق في مباراه اليوم وتقديم مستويات تليق باسم العراق وتليق باسم الجماهير التي ستحضر إلى المباراة. طيب جلال أريد أسألك، بعد تصريحات كاساس يوم أمس أنه تكلم عن مدى تطور المنتخب الأندونيسي بالفترة الأخيرة وأن المباراة ما راح تكون سهلة على الرغم من أنها على أرضنا، شنو كانت الأصداء وردود الفعل على تصريحات كاساس؟ نعم فاطمة، بكل تأكيد تصريحات كاساس كانت تصريحات متزنة يوم أمس في المؤتمر الصحفي، أعتقد من الاحترافية اليوم أن لا تستهين بالفريق المنافس أو الفريق المقابل رغم الفروقات اللي موجودة، رغم اليوم منتخبنا الوطني يمتلك الأفضلية على مستوى اللاعبين على مستوى الأرض والجمهور، كل العوامل الإيجابية تصب بمصلحة منتخبنا الوطني، لكن بكل تأكيد كاساس يحترم الفريق المنافس بالإضافة إلى أيضا الفريق الأندلسي، فريق كبير يضم لاعبين محترفين يعني جاء إلى البصرة يعني كما ذكرنا سابقا قبل منتخبنا الوطني، هو الآن في أتم الجاهزية، حتى مدرب صرح يوم أمس قال نحن قادمون إلى الفوز، فبكل تأكيد هذه التصريحات أو تصريحات بعض يعني بعض المدربين تكون منطقية خصوصا قبل المباراة بيوم، لكن أعتقد يوم أمس تحدث الكثير أو يعني الكثير من
تصريحات سمعناها بأن المنتخب الأندونيسي منتخب ضعيف، فروقات كبيرة على منتخبنا أن يعني أن يقدم نتيجة كبيرة اليوم، لكن كل مباراة لها يعني ظروفها ولها أسبابها. حتى يعني حتى الإعلام يعني الفيتنامي تحدث بأن المنتخب الأندونيسي سيخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام المنتخب العراقي، على اعتبار منتخب العراق من يعني من كبار آسيا. فبكل تأكيد يعني اليوم جميع الأمور أو جميع التوقعات هي تصب في مصلحة منتخبنا الوطني، وأكيد هذا ما نتمناه اليوم. شكرا لك جلال جاسم مراسلنا من البصرة على كل هذه المعلومات، ويعني استمتع بهذه الأجواء وبمباراة المنتخب اليوم. مني خليكم بأجواء كورنيش اليوم إن شاء الله أنتم موجودين. شكرا لكم. إذا مشاهدينا، بعد ما يعني استمعنا من مراسلنا جلال جاسم حول الأجواء بكورنيش البصرة ولدى جماهير، كادر الفني للمنتخب الأندونيسي وخاصة المدرب شين تاي يونغ في المؤتمر الصحفي تكلموا عن صعوبة المباراة اليوم، وتكلموا عن المنتخب الوطني العراقي أنه هو تطور بها الفترة الأخيرة، وأشاد أيضا بالمنشآت الرياضية بمدينة البصرة. خلينا نشوف المؤتمر. إذن 내일은 우리가 원정 경기고 이라크가 우리보다 훨씬 더 좋은 팀이기 때문에 우리 또한 هذا هو لقاؤنا. الفريق العراقي هو فريق قوي ويمتلك لاعبين جيدين، لكن سنحاول أن نقدم الأفضل في هذه المباراة. Yes, tomorrow will be a very tough game for sure. We know that Iraq is a very strong team, but I can promise you that Indonesia tomorrow will give the 100%. You will see 11 players fighting for every ball. We've been working the last days. ستكون مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب الأندونيسي، والعراق هو فريق قوي. سنقدم كل ما لدينا وسنحاول أن يعني نقدم مفاجأة في هذه المباراة. أنا ممتن إلى العراق، نتمنى أن نشاهد مباراة جيدة وقوية في يوم غد. أنا زرت العديد من البلدان الشرق الأوسط، لكن هذه هي زيارتي الأولى للعراق. بالنسبة للمنشآت الرياضية العراقية، إذا أردنا نتحدث عن بالمصطلحات الرياضية، المنشآت العراقية هنا جيدة وشاهدناها من خلال التدريبات. To be honest, we felt very welcome from the moment that we landed in Basra. Everyone, all the people here is very friendly and they treat us really good. So we are very happy to be here. And yeah, and also كي أكون صريح مع الجميع، لقد كنت سعيد بالتواجد هنا. الناس هنا هم ودودين جدا. المنشآت الرياضية هي جيدة. أنا أتوقع أن جميع المنتخب فريق الأندونيسي هو جاهز لهذه المواجهة، مواجهة يوم غد. كما ذكرت مسبقا، هذه مباراة الذهاب بالنسبة لنا. هذه المباراة هي مباراة العراق. كل الجماهير الآسيوية تمتلك الشغف، وبالنسبة إلى المشجعين العراقيين هم شغوفون إلى كرة القدم. طلبت من لاعبين المنتخب الأندونيسي أن يستمتعوا بهذه المباراة برغم كل شيء. سنحاول تقديم كل ما لدينا في هذه المباراة، ومن الناحية يعني اللاعبين هم جاهزين من الناحية النفسية والمعنوية لمباراة العراق يوم غد. كي أكون صريح، أنا لا أعرف حول تاريخ المباريات بالنسبة للمباريات العراق وأندونيسيا، لكن الماضي هو ماضي. لكن كمدرب جديد بالنسبة للمنتخب الأندونيسي، نحن نحاول أن نتحدى. بالنسبة إلى الكرة الأندونيسية، أتمنى أن تستمتعوا بمباراة يوم غد. سمعنا كلام المدرب الأندونيسي اللي يتكلم أيضا عن المنتخب الوطني، مو بالمنتخب السهل أيضا، واللعب على أرض العراق راح تكون يعني صعبة بالنسبة للاعبين. يعني نتمنى أيضا أن نشوف
اليوم مباراة قوية بين المنتخب العراقي والمنتخب الأندونيسي، وأكيد بحضور الجماهير. وعلى ذكر الجماهير، مفدنا إلى البصرة أحمد جليل، متواجد الآن حاليا بين الجماهير. خلينا نصبح عليه ونقول له صباح الخير أحمد. صباح الخير عليك فاطمة، صباح الخير على كل مشاهدي الرابعة. أحمد بصراحة جاوبني، إيش قد دفعت الأحمد الحكيم وخلاك توقف ويا الجماهير؟ والله ما دفعت لميت للحد الآن، راح يتفاجأ بالجواب أبشرك. هاي بعد أنت ويا، أنا أطلع من الموضوع لك الجواب أحمد. أنت ترخصي. شكرا جزيلا فاطمة، ورحب بكم مشاهدينا الكرام من هنا من البصرة. يعني بصراحة الأجواء استثنائية، يعني خلال 24 ساعة الماضية لوحات السيارات اللي قريتها بهذا الشارع وبقية شوارع البصرة، يعني قلة قليلة بصرة، أغلبها بغداد، ذي قار، كربلاء، ديالة، بعد قول ذكروني ديالة، موصل، صلاح الدين ما شاء الله. خلي شوية نسولف ويا الشباب. صباح الخير، من وين جاي وشنو توقعاتك من المباراة؟ من بغداد. توقعاتك للمباراة؟ والله ان شاء الله 3-1 للعراق. ها؟ 3-1 للعراق. 3-1، من يسجل؟ ميمي، وايمن، ومجد عطوان. زين، شكرا حبيبي، صباح الخير. صباح النور حبيبي، من بغداد. من بغداد. اي نعم. ايش قد طريقكم طول؟ شنو الوضع؟ الازدحامات؟ طلعنا، لا جينا بالقطار. بالقطار؟ أي. حلوة تجربة القطار. اي والله حلوة، بس في طاسات هواي. طاسات بالقطار. زين القطار. ايه فطلعنا البارحه الساعه 8 إيه وصلنا ب6:30 اليوم. تذاكر اشتريتوها من بغداد؟ انا من بغداد. ايه اكو مغالاه بالاسعار ولا اسعار طبيعيه؟ نفسيتها نفسيتها نفس الاسعار. ممتاز نفس. شكرا جزيلا حبيبي. من وين جاي حبيبي؟ من بغداد. 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 شباب كلها بغداد؟ لا بغداد جاي. واحد من الموصل. تعال بغداد جاي بالقطار. بالقطار همين. طلعنا ب8 وصلنا ب6. توقعاتك للنتيجه؟ ان شاء الله فوز عراق. ايش قد؟ 2-0. من يسجل؟ أيمن حسين. أيمن من يسجل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام. عندنا واحد دائما ويا الاحداث الرياضيه، قال لي انا كنت باربيل ويا الجوي وهسه جيت للبصره ويا المنتخب. انت وين ما موجوده الطوبه تروح وراها. وين ما كان. وين ما كان. اي. شنو الاجواء؟ والله تخبل. الجو بارد بس تلابس نصرته. اي والله ما عبالي بارده، عبالي حاره البصره، طلعت بارده. بارده. اي والله. زين. شنو توقعاتك للنتيجه؟ ان شاء الله 3-1 للعراق. بس شويه واحد للعراق. طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام. انت مو كان بيدك دف وهيك وين؟ الدوري اللي جوي يا حبيبي. طيته وجت اوصل. لا هذا خلي يمك. خلي يمك. وانت تعال خلي يمي. تعال خليك يمي. احنا طبعا احنا جينا هنا. من وين؟ من كركوك. حلو. نوصل رساله للعالم بان العراق امن. حلو. والعراق امن وامان. عكس ما يتروج له بالاعلام. هذا العراق شوف من كل مكان. من كل مكان صح. واول مره يعني تصفيات العفو بخليجي صارت احداث مؤسفه يعني من ناحيه بطايق ومن ناحيه تذاكر ومن ناحية بس هاي شو اسمه لا ما شاء الله تنظيم صح. والبطاقه اخذناها حسب الاسعار المحدده من قبل الاتحاد والحمد لله والشكر وان شاء الله الفوز 2-1. ايمن حسين سجل اول واحد. أي. حقوقية دقيقة 70 ميجا ور. شنو حلمان انت؟ ابو علي. زين ابو علي سمعنا شيء ما دام ابو علي هسه انت ورا الكاميرا كنت حارق الدنيا. يلا خلينا نسمع شيء سوري. يلا شفته حلو حبيته يا مطراوي. شكرا جزيلا. مستمرين وياكم. صباح الخير. هلا صباح النور. من وين جايين؟ من بغداد. ايش قد طول طريقكم؟ شنو الوضع؟ والله جايين بالقطار سفره سياحيه. اي حلوه لطيفه. زين الجو ممتع. ممتع جدا. اي زين شو تجيب بعد؟ شكوك احلى من هاي؟ ماكو احلى من هاي. جينا نشجع الفريق العراقي. زين وان شاء الله الفوز 2-0. 2-0. اي نعم. من يسجل؟ قوطيه. قوطيه. اي زين وبعد منو؟ ايمن حسين. ايمن حسين. اثنين يسجل. اثنين يسجل. ليش وقت يشجع المنتخب؟ من عمري 6 سنين. 6 سنين. اي نعم. شنو الفرق بين قبل وهسه؟ ان شاء الله. هسه احسن من قبل. والله. لانه هسه شوي اكو حريه بالرياضه، اكو كان قبل شوي تغير. عدنان درجال هذا البطل سوى. عدنان درجال البطل والله ما قصر ويانا. الرجل لزمها. وسوى فريق مضبوط.
وان شاء الله الفوز. ان شاء الله الفوز. صفقة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرين وياكم. من وين جاي واحكي لنا شنو الاجواء؟ وما بردان؟ لا ما بردان. لا يا بس. لا والله. الشباب هناك كله بردان. لا عمي وين ما الشباب كله ابطال وحلوين ويخبلون. شنو بردانين؟ وين اكو برد؟ وين اكو برد شباب؟ ما اكو برد. هاك شوف هاي شنو هاي؟ زين شو وقت وصلت؟ شنو هاي؟ ها؟ شو وقت وصلت للباصرة؟ والله وصلنا بالاربعة. بالاربعة. بالاربعة الفجر. ايه. هاي بعد وصلنا والاجواء حلوة. وان شاء الله الله يديم الامن والامان على العراقيين وان شاء الله من شماله جنوبه ان شاء الله يا الله فرحه فرحه وحد. ان شاء الله فرحه واليوم اليوم الخمسه بتجي بتجي اليوم الخمسه بتجي اليوم ابو طبر يجيب ثلاثه شوف هذا ابو طبر اللي يحكون عليه جويه يا ابويا يوم نبلش الملعب يابا يا ابويا يوم نبلش الملعب اذا مستمرين يا فاطمه اكيد خلينا نشوف بقيه الاجواء من الجانب الثاني انت رتي تشوفين الجسر رتي تشوفين الجسر وسام قال لي على كيفك خلينا نفتر شويه وسام نشوف زين انت شوف الجسر فاطمه قلت له تروح على الجسر خلينا نشوف الجسر هذه الاجواء من الجهه الثانيه فاطمه مثل ما تشوفين هذا الجسر الايطالي وهذه مشاهد الجماهير مثل ما تشاهدين امامك واكيد الكل يستعد للاحتفال هنا في البصره والكل ينتظر فرحة عراقية إن شاء الله بنهاية مباراتنا مع إندونيسيا التي ستنطلق في السادسة إلا ربع على استاد أو ملعب البصرة الدولي هذه الجماهير العاشقة التي توافدت من كل مكان من كل محافظات العراق وحتى من البصرة الجميع يتحدث هنا عن المباراة والعوائل الكريمة اللي متواجدة الجولات النهرية كل الأجواء بصراحة فاطمة هي توحي إلى أن هناك كرنفال وعرس عراقي والجميع يحتفل قبل انطلاق اللقاء إن شاء الله تستمر الاحتفالات بعد اللقاء فاطمة وأكيد الجو شوية ببرودة لكن يعني لطيفة الأجواء حماس التشجيع شوية خلاص تعود يجي للبصرة لازم يحتفل أكيد صح 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 بالضبط واكيد يعني ان شاء الله الجماهير بعد قليل راح تتوجه الى الى ارضيه الملعب واكيد راح تكون مشجعه ومسانده وخلينا نلتقي بجزء من الجماهير فاطمه قبل لا ارجع لك مساء الخير او صباح الخير السلام عليكم اهلا وسهلا صباح الخير عليكم ان شاء الله احنا جايين من بغداد حتى نعازر منتخبنا الوطني وان شاء الله يفرحونا اليوم وان شاء الله نطلب من عندهم الغيره الخاطر هاي الجماهير اللي جايه من كل المحافظات فمن نطلب من اللواعب مثل ما احنا مازريهم ومساندينهم وبكل مباراه نطلب من عندهم الغيره بالملعب ويقدمونا ان شاء الله ويجيبونا ثلاث نقاط الغيره موجوده بس كره القدم اختلفت صارت احتراف وصارت علم بالتالي اكيد اللي يحصل فرص اكثر هو المفروض يسجل ويفوز نعم هي تبقى بعد مدرب والكادر التدريبي والخطه اللي يوضعها المدرب وتبقى هو يطبقها اللاعب اللاعب يطبق لك خطط المدرب وتبقى يمه لابسين الدرس ومتحضرين اي الحمد لله وش جايين احنا متحمسين ان شاء الله شو وقت وصلت ونرجع لبغداد ان شاء الله منصورين شو وقت وصلت وصلنا والله الصبح قطار سياره لا والله جينا شركات مو شيء اي فجايين ان شاء الله احنا راح نبقى هنا وبعدين نروح نتوجه للملعب من تخلص اللعبه ان شاء الله نقول فايزين نطلع نحتفل ونرجع لبغداد فرحاني. شفت على الكورنيش هواية عوائل بطريقكم صادفتوا هواية عوائل جاية للبصرة؟ والله جاية هواية بالمنشآت خاصة يعني احنا طلعنا باصين باص عوائل وباص شباب اي فيعني الناس حابة هذا الشيء ان شاء الله تعودت عوائل تعودت هي قامت اي تدور فرحة تدور شيء فالعوائل اندمجت وصارت ويا الشباب والشباب ما شاء الله يعني ما مقصرين ان شاء الله شكرا جزيلا عوائلنا حبيبي ممنونين مستمرين فاطمه خلينا نسمع نتيجه اللي تتوقعها لك ايش قد تتوقع النتيجه والله 3-1 3-1 3-1 للعراق ان شاء الله ان شاء الله شكرا انت قلت لمين جاي انا من سليمان انا دليل سياحي اشتغل بوحدة الشركات سفر السياحه عرفت شغلي يعني بعد اليوم لازم يلا تخلص سفرتي انا عرفت شغلي وجيت على مود اللعبه هاي مديرك ده يشوفك راح يعاقبك ان شاء الله ما يعاقبني لان يدري انا روحي رياضيه اشجع الزوراء والريال والعراق هو المرتبه الاولى اكيد هذا بلدي لازم ازره بكل مكان وين ما يوجد هو احنا تلقانا موجودين سؤال من سليمانيه للبصره ايش قد الطريق كم ساعه
والله ما ادري يعني. انا لين جيت والله نايم بالمناميه مال باص قعدت لي قلت روح البصره. هاي البصره جميله، هاي العالم راقي، استقبالهم اهل البصره يخبلون، اهل البصره يجننون، اهل طيب وكرم. هو العراق من الشمال للجنوب معروفه بغيرته وبكرمه، بس انا صار ثاني مره اجي البصره باللعبتين بكاس الخليج وهسه، يعني الكرم اللي عند اهل البصره. اهني العراق على هاي المحافظه الجميله، اهنيهم والله. ابو التاكسي يقول لي مشي هاي البيت، يعني خجلني باخلاقه. الله يحفظ العراق والعراقيين جميعا، يحفظ هاي الشباب الحلوه، وان شاء الله اليوم فايزين 2-0 ان شاء الله. احلى ما بالمشهد فاطمه الاخ يشجع الزهراء، وصدفه شفت الشاب هنا لابس القوه الجويه، فالجميع خلف العراق. كلاسيكو العراق الاول هذا، كلاسيكو العراق بمسانده العراق جاي. احنا اذا جويه واذا زهراء كنا ان شاء الله نشجع العراق، عراقنا واحد احنا زين. اكو منافسه شريفه بين الفريقين وان شاء الله نأجلها بعدين. اي نعم نعم، هسه نشجع العراق. ايش قد تتوقع؟ والله اتوقع 1-0. منين جاي؟ انا من بغداد. بدايه صبحكم الله بالخير. احنا طبعا اللي شفناه بكاس الخليج جبرنا نجي اليوم، طبعا قطعنا المسافه لان شفنا اجواء حلوه من اهل البصره، ما قصروا ويانا. رسالتي للجمهور العراقي، تصفيات كاس العالم اهم شيء جمع النقاط، اهم شيء تاخذ نقاط من المباراه، لان راح تصادفك مباريات ممكن يصير بها اصابات، لان الموسم طويل، اهم شيء تجمع نقاط. يعني لا تباعون للمستوى، المستوى يعني مو مهم بكيد النقاط. انت شنو الفائده؟ قدمت مستوى ما تجمع نقاط، بالاخير راح تطلع نهايه تصفيات، راح تجيك هسه الموسم طويل، راح يصير عندك اصابات بالمستقبل. اتمنى من منتخبنا الوطني هاي 6 نقاط اذا حصلناها راح نقطع مشوار طويل للتاهل ان شاء الله. نرجع ونقول التصفيات مو مثل البطولات، التصفيات جمع نقاط، راح تشوفون منتخبات عالميه راح توقع بالتصفيات، لان راح يصير اصابات بالموسم، والموسم طويل بمباريات على مستوى عالي، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني. إذن هذا حديث جزء من الجماهير فاطمة، أكيد الجماهير كلها تريد تعبر عن وجهة نظرها، كلها تريد تحكي، كلها تريد تحتفل، لكن أكيد وقتنا ضيق ويا الجماهير. هذه الأجواء بالبصرة، وإن شاء الله تكون بعد أحلى بعد نهاية المباراة، وننقل لكم الاحتفال أول بأول على هذه الجولة ويا الجماهير والمشجعين، وخاصة لما شفنا هذا هاي الوحدة الرياضية بين الزوراء والجوية لمؤازرة المنتخب، يعني صورة جميلة. الوحدة الزورائية الجوية. نعم، هاي الصورة الجميلة اللي احنا دائما نريد نشوفها. أكيد يعني ننسى احنا من نشجع، المهم احنا قلبنا مع العراق، وأكيد يعني صح. أتمنى لك يوم سعيد، أتمنى لك تستمتع بالأجواء بالبصرة وأيضا تستمتع بمباراة. شكرا جزيلا اليوم. شكرا أحمد. إذا مثل ما شفنا الجماهير كلها تريد تشوف منتخب مختلف، تريد تشوف أداء مختلف للمنتخب الوطني، وتريد بنفس الوقت نقاط، لأنه فعلا مثل ما تكلم أحدهم الآن النقاط مهمة جدا، خاصة ببداية التصفيات، لأنه دائما ما إحنا لما نوصل للتصفيات النهائية نندم على المباريات السابقة اللي ربما كانت بمتناول اليد وإحنا ما قدرنا نحقق الفوز بها. لهذا السبب احنا دائما نشدد على انه من البدايه لازم نكون يعني نلعب من اجل النقاط الثلاث، نلعب من اجل انه ندخل الى كاس اسيا واحنا عندنا فوزين بالتصفيات. هذا الموضوع راح ياثر كثيرا على معنويات اللاعبين، وبشكل عام يعني احنا دائما ما نكون معهم يعني على الحلوه وعلى المره، لكن هذه المره هي مختلفه اكيد، باعتبار انه شفنا الكثير من المباريات السابقه للمنتخب الوطني، مباريات الغير رسميه، والاداء كان جيد، ما خسرنا، خسرنا بالحظ، وايضا تعادلات كانت كثيره. يعني نتمنى انه احنا نفوز بهذه المره، انه مباراة كأس الخليج كانت مختلفة، أيضا كان اللعب من أجل الفوز بالبطولة، ومستويات الفرق أيضا والمنتخبات كانت قوية بهذه البطولة. لهذا السبب احنا نريد نرجع نعيد هذه الفرحة بأرض البصرة، ونشوف أيضا يعني جماهيرنا فرحانة ترجع لمحافظاتها، إن كان بغداد، إن كان موصل، إن كان أي منطقة بالعراق، نتمنى أنه يرجعون فرحانين. ويعني بهذه المباراة، المباراة القادمة أيضا، يعني نتمنى الفوز بالمباراتين قبل ما ندخل إلى معترك كأس آسيا، راح يكون أكيد عندنا حديث آخر به. نشوف الاستطلاع لغيث جمال
مراسلنا، او قبل ما نشوف الاستطلاع خلينا ننتقل الى مراسلنا مصطفى اياد حتى يتكلم اكثر عن الشارع الرياضي، شنو معنويات الجماهير ببغداد. صباح الخير مصطفى. صباح الانوار علي فاطمه وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الرابعه والرابعه الرياضي. اهلا بك. نتكلم بالبدايه عن ابناء بغداد، شنو كانت الـ يعني ترتيب الرحلات الى البصره حتى يازرون السود الرافدين؟ اي اكيد فاطمه، يعني مثل ما شاهدنا قبل قليل مع مراسلين الزملاء جلال واحمد في البصره، كل الاجواء هي موجوده حاليا في البصره. هنا في بغداد الهدوء موجود، خاصه بعد مغادره يعني اغلب الجماهير الى البصره منذ يوم امس، وحتى يعني الصباح الباكر بدات هنالك عده رحلات من الجماهير تتوجه مباشره الى البصره. ايضا روابط الانديه اللي موجوده هنا، الانديه البغداديه تجمعت وستكون متواجده في البصره ان شاء الله من اجل مغادره السود الرافدين. طبعا هذه الرحلات متنوعه، شاهدنا بعض الجماهير تذهب عن طريق القطار في رحله ربما تكون طويله لكنها مميزه وجميله، واحتفالات حتى في القطارات، وايضا هنالك عبر العجلات توجهت نحو البصره، وايضا هنالك بعض الجماهير يعني شاهدنا توجهت عبر مطار بغداد الى مطار البصره عبر الطائره. جميع الجماهير هنا في بغداد سعيده و تنتظر مباراة اليوم، مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب اندونيسيا. ايضا سيكون هنالك عده تجمعات للجماهير العراقيه يعني هنا في بغداد، العوائل العراقيه راح تتجمع يعني في احد الاماكن في الكرخ، وايضا الكافيهات باكملها تستعد منذ يوم امس، يعني شاهدت اغلب الكافيهات خاصه في المناطق الشعبيه وايضا في المناطق اللي تحتوي على مقاهي كبيره اللي هي دائما تستقطب الجماهير من اجل مشاهده مباريات منتخبنا الوطني. تبدا الاستعدادات من الصباح من اجل ترتيب الشاشات وايضا ترتيب عمليه تجمع الجماهير بشكل كبير، لانه الكل يعلم هنا الجماهير في بغداد جماهير ايضا متعطشه من اجل الذهاب الى البصره، لكن الكل يعلم 65,000 متفرج راح يكونوا متواجدين والبقيه متواجدين في اكيد في راح يكونوا في المقاهي، وايضا راح يكون ما بين اصدقائهم والعوائل وحتى في المطاعم. الاجواء مميزه وجميله لكن فيها هدوء، يعني فاطمه كل الاجواء هي حاليا في البصره. يعني مصطفى حتى اليوم انا حسيت بغداد فارغه، يعني رجعت تذكرت ايام خليجي 25. يعني اكو تاثير لي يعني ذهاب المشجعين الى البصره، انه انا اليوم حسيت فعلا الازدحامات خافه، يعني شبه اكو بعض الاماكن يعني ما بها عالم، فظاهر انه هي بغداد اكثر مشجعيها هم اللي راح يكونوا متواجدين يعني بالبصره لمؤازره المنتخب. هذا الشيء معناته انه اكو تفاؤل ببدايه التصفيات وبدايه مشوار المنتخب بالتصفيات. نعم فاطمة، يعني هو فعلا حتى فيما يخص موضوع اليوم خميس، يوم غد يوم عطلة، وبعد عطلة أكيد أغلب الموظفين وأغلب الطلاب يفكرون في الذهاب إلى مشاهدة المباراة. طبعا اليوم هذا أصبح يوم مناسب لإقامة المباراة، لذلك شاهدنا أغلب العوائل وأغلب الشباب وحتى الموظفين يتوجهون صوب البصرة. نعم هنالك تفاؤل وهنالك أمل، خاصة ما بعد التغيرات التي حصلت في دورينا وفي ملاعبنا، وايضا اقامه هكذا مباريات ولاول مره يعني منذ عام 2002 نخوض تصفيات كاس العالم هنا في العراق، فاكيد هنالك شغف وهنالك تامل كبير لدى جماهيرنا العراقيه بشكل كامل من اجل تشجيع منتخبنا الوطني، على الرغم من المنتخب الوطني ربما يعني جماهير يوم امس وقبل امس وحتى ما قبل امس تصدر يومية في خبر إصابة بعض اللاعبين، هذه الأخبار، لكن هم يعولون كثيرا على الأسماء اللي موجودة حاليا مع المنتخب الوطني في البصرة، وأكيد داعمون للاعبون وأيضا لكاسات اللي راح يكون على اختبار حقيقي وفعلي الآن مع المنتخب الوطني، لأن يعني الكل يعلم ما كان في الماضي نعم تحقق، لكن حتى بطولة كأس الخليج هي بطولة لم تكن بحجم الان حجم التصفيات، وايضا كاساسي يعني الان بامكان كاسات ان يقدم هديه كبيره للجماهير العراقيه، وهو ان يقود منتخبنا لفوزين على فيتنام، هذه 6 نقاط تكون اكيد راح يكون عندنا توقف، راح نذهب الى كاس اسيا، هذا ممكن يكون عامل ايجابي لكاسات وايضا لجميع اللاعبين، لذلك مباراه اليوم هي مباراه مهمه
أنا أتحدث عن لسان الجماهير العراقية بأكملها واللي موجودة واللي شاهدناها في مواقع التواصل الاجتماعي. هنالك شغف كبير لدى جماهيرنا من أجل مشاهدة مستوى يليق بمنتخبنا الوطني، وأيضا احتراما لملعب المدينة الدولي في البصرة، وأيضا هذا الملعب الكبير اللي راح يحتضن جماهيرنا. فأكيد ذكريات كأس الخليج وما حدث يعني في بطولة كأس الخليج وشغف كأس الخليج ربما يعاد من جديد في البصرة. إن شاء الله الأفراح تكون موجودة، ونتمنى كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني. احنا شفنا قبل قليل ويا زميلنا أحمد جليل، يعني كانت أكو لوحة كلش حلوة، يعني مشجع زورائي ومشجع جوي كل واحد بصف الثاني، نسوا أنه هم غريمين بالدوري العراقي ويعني قلوبهم كانت واحدة مع المنتخب الوطني. قدرنا أنه نتخلص من هذا الشيء؟ يعني فاطمة صراحة هذا الموضوع أصبح من الماضي، يعني حتى شاهدنا في مباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا وحتى الكهرباء والزوراء، شاهدنا جميع جماهير أنديتنا تقف قلبا وقالبا مع الأندية اللي شارك في البطولات الآسيوية. هذا فيما يخص الأندية فيما بينهم. الآن أصبح منتخبنا الوطني حتى في بطولة كأس الخليج كان هناك تجمع لعدة روابط الأندية وتوزع على جميع أرجاء الملعب، فهذا الموضوع انتهى وأصبح من الماضي. الآن جميع الجماهير وحتى روابط الأندية راح تكون موجودة في البصرة وتؤازر لاعبين وتؤازر منتخبنا الوطني، وأكيد يعني الصف الواحد دائما يكون هو مع المنتخب، وأكيد العراق وكرة القدم دائما هي ما وحدت أبناء الشعب العراقي في الفوز وحتى في الخسارة. دائما شاهد جماهيرنا تكون في صف واحد، وإن شاء الله اليوم يكون تشجيع جميل ورسالة تصل للعالم أجمع بأنه نعم فعلا العراق في كل مرحلة العراق جاهز، وفي كل بطولة وحتى وإن اختلفت البطولات العراق إن شاء الله يكون جاهز ويستحق صراحة إقامة المباريات على أرضه وما بين جماهيرنا. طيب مصطفى بدي أسألك، يعني أنت وين حتشوف المباراة اليوم؟ يعني صراحة أنا راح أكون متواجد في أحد المقاهي حتى أكون بالقرب يعني من الجماهير، لأنه الكل يعلم شغف الجماهير هو موجود حاليا في البصرة، على الأقل في بغداد نكون متواجدين مع الجماهير، وإن شاء الله يعني توقعاتك للمباراة اليوم؟ أنا متفائل، نعم يعني أنا متفائل بالفوز إن شاء الله، وأتوقع يعني المباراة تخلص 2-0 لمنتخبنا الوطني إن شاء الله، لكن مع هذا أتمنى يكون الأداء أيضا حاضر لأنه يعني حتى يكون هنالك استمتاع بالنسبة للجماهير الموجودة، وبالإضافة إلى أن كاساس يصل إلى العلامة الكاملة ويصل إلى النظرة الشمولية على مستويات اللاعبين، لأنه الاختبار مثل ما ذكرنا الاختبار الحقيقي هو راح يكون في مباراة اليوم. أتمنى كل التوفيق فاطمة، وأكيد احنا هم مع توقعاتك ايش تتوقعين اليوم؟ انا هم متوقعة 2-0، يعني انا راح حكيتها وارجع اقولها اليوم، يعني بس انا توقعاتي دائما تكون صحيحة، يعني انت توقعت 2-0 وانا وغيث ثلاثتنا متوقعين هذه النتيجة، ان شاء الله اليوم يعني تصير توقعاتنا صحيحة، وحتى اذا اكثر من 2-0 انا ما عندي مشكلة، المهم يفوز المنتخب. بالضبط انا هم نفس الشيء، يعني اكيد اتمنى كل التوفيق ومهما تكون النتيجة إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية ونحقق الفوز، وأكيد تنسعد الجماهير اللي موجودة حاليا في البطل. إن شاء الله. أشكرك مصطفى أياد مراسلنا من بغداد. شكرا شكرا لك. هسا خلنا ناخذ استطلاع غيث جمال مع مدربين كرويين، استطلع بها آرائهم حول مباراة المنتخب اليوم مع نظيره الأندونيسي، خلنا نشوف. اليوم غد مباراة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني، يجب أن يدارك أخطاء اللي مرينا بها الفترة السابقة، يجب أن ندخل المباراة بحضور ذهني عالي، أيضا الحافز راح يكون حاضر من خلال المباراة بسبب تواجد الجمهور والمباراة تقام على أرضنا، كل الأمور اللي مرينا بها في السابق يجب أن نتلافاها، على أقل تقدير الإيجابيات ممكن أن نعززها والسلبيات كذلك ممكن أن نقف عندها ممكن أن نعالجها. يجب أن يتحلون بالصبر أولا وبالتالي التنظيم، أضافة إلى ذلك الهدوء، لأنه الفريق المنافس ليس فريق سهل بصراحة. الفرق في آسيا بدأت تتطور، آخر اختبار للمنتخب الأندونيسي كان مع الأرجنتين بطل كأس العالم يعني تقريبا قبل 20 يوم أو 25 يوم، وبالتالي خسر 2-0. إذن فريق يعني منظم تكتيكيا وفنيا، وبالتالي فريق محترم. لا نتعالى على المنافس، نتعامل مع جزئيات المباراة بكل دقة. أنا أعتقد راح تكون بداية موفقة، إذا كانت بدايتنا موفقة هي خط سير يكون سالك أمامنا في البطولة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. لذلك المباراة ضروري أن نعطيها أهمية كبرى، نعطيها استقرار تكتيكي، المدرب أنه
فعلا هو الاختبار الرئيسي حاليا حتى يبعد عن الضغوطات النفسية. لا سمح الله إذا صارت نتيجة سلبية ما أظن لأننا راح نذهب إلى فيتنام. فيتنام فريق متطور أيضا وهم إن الأجواء هناك تساعده رطوبة وغيرها. فأعتقد هاي البروفة ضروري أن نكسبها. المباراة الأولى مهمة. مع هذا الاستطلاع انتهت رحلتنا الرياضية، لكن تغطياتنا مستمرة عبر قناة الرابعة الرياضية قبل مباراة المنتخب الوطني، أكيد برامج وتغطيات خاصة، وإضافة إلى الاستوديو التحليلي من بغداد والبصرة. والآن نعود إلى نهلة. أهلا فاطمة. طبعا فاطمة، أحمد وجلال عايشون أجواء تجنن. تمنيت أكون أنا هناك بالبصرة صراحة. إن شاء الله تصفيات طويلة نهلة، يعني إن شاء الله بالمباراة القادمة بعد كأس آسيا حتكون أمن عندنا مباراة بالبصرة، هم إن شاء الله نشوفك هناك. يلا إن شاء الله أروح وياك. إن شاء الله بالتأكيد. طبعا رجعنا الذكريات خليجي 25، شلون كنا وعلى الكورنيش والأجواء الجميلة والحلوة والمحبة والتشجيع. صحيح، يعني ان شاء الله تكمل بالفوز ان شاء الله. نتمنى هذا الشيء على مود يعني الجمهور يعني يفرح بهذا الفوز، ما تكون يعني جايته للبصره مخيبه للامال، يعني نتمنى يرجع وهو فائز. حتى هم الطريق طويل، خليه يحتفلون بالطريق بالباصات طبعاً. يعني حتى ترى احنا اللي قاعدين هنا ببغداد فاطمه ده نشجع من كل قلبنا يعني، وده ندعي ان شاء الله هم يفوزون اليوم. اكيد ان شاء الله نتمنى. ان شاء الله بالتاكيد. شكرا فاطمه. شكراً. نشوفك اليوم بالاستوديو التحليلي ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام فقراتنا. مثل ما شاهدتوا كانت متنوعة. انتظرونا الأسبوع القادم يوم الأحد، وأتمنى لكم خميس ممتع. مع السلامة.